لكن طبعا بما ان احنا النهارده في بدايه اول شعبان وبنستعد طبعا لشهر رمضان، قررنا نكون حلقتنا مختلفه تماما. قررنا نكون معانا اصوات في الحقيقه، يعني انا عن نفسي اقف كده تحيه ليهم كده، ولما بيجوا ينشدوا الانشاد ده من اجمل الحاجات اللي احنا ممكن نسمعها، اللي بترجعنا لذكريات جميله هنفتحها طبعا معاكم، يعني بافضل الكلام وخير الكلام طبعا هو القران الكريم اللي هيفتحها معانا ضيفنا طبعا عمر السني. انا برحب بيك الاول قبل ما تفتح معانا، وكمان برحب هم على فكره هم على المستوى الشخصي هم اصدقائي واخواتي اللي انا بعتز وبتشرف جدا بصداقتهم. كمان هرحب بالمنشد محمد سمير. ازيك يا محمد؟ منور الدنيا كلها. خلاص هنبدا معاك يا عمر، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. ما شاء الله، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك والله. وبإن الله يحفظك. الله يخليك. قول لي يا عمر، انت ما شاء الله يعني بتتطور طبعا اكيد طبعاً يوم عن يوم، ويمكن احنا اتقابلنا يمكن تقريبا من 4 سنين يعني. لا، رمضان اللي فات تقريبا. يعني اللي فات محمد هو كان معايا رمضانين ورا بعض. أيوه. يعني في خلال السنه دي عمر اتعلم ايه؟ عمر اتعلم سمع اكتر على اليوتيوب، واتعلم مقامات بالسماع من المشايخ القدامى طبعا. لو هنتكلم في القرآن الكريم مثلا من الشيخ مصطفى إسماعيل بما يلقب بأستاذ المقامات، الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي اللي أنا الحمد لله بنتمي لمدرسة الشيخ محمد ما شاء الله، وبرضه المشايخ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل الحصري وغيرهم من المشايخ الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب ويكمل لك على خير.